من مراكش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. غزلان فناء كدير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. واش مبروكه علينا وعليك حبيبي؟ الله يدخل علينا وعليكم السلامه والقدر والثواب ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين. كنت مجد لك بزاف ديال الاقتراحات على العيد الاضحى. ما تيشدش ليا الخط. ما كاين حتى مشكل. اشنو عاد تختار اليوم؟ تفضلي. غنعطيكم التقليه المراكشيه. اييه واخا. غنعطيكم الطلع على طريقه مراكشيه ضلعه ولكن في نفس الوقت شوى. واخا. هو ديك السيده اللي طلبات لك شي حلويات الكاوكاو. انا نعطيها واحد الغريبه مع الكارت ديال غزال. اييه واخا. عشان باش نبدا لك. واخا نبداو بالتقليه المراكشيه. يلا بسم الله. كناخذ الكميه اللي بغينا من الدواره. ايه. تعرفي حنا كنقصوا منها شويه على ود الكرباس واللي تيديرها كلها ما تيديروش. المهم ناخذ الكميه اللي بغا. واخا. كنقطعها صغيره. الكرشه. وهذاك الكنباس والريه. وهذيك الشحمه اللي كنديرو في التقليه هذيك اللي كتكون غليظه حدا المصره الغليظه اللي كنستعملو مش في الكاميرا. عرفتها ايه كتكون معاها. اييه كنقطعهم كادوك الهبيلات الصغار تاهما تنزيدوهم فيها. اللي بغى يدير الكبده اللي كاين اللي ما تيبغيش القزبان ولا شي حاجه كنخليو له حقه تنديرو عليه في التقليه. كاين اللي ما تيبغيش القزبان مع الشحمه. واخا. صافي كناخدوها كنحطوها في الكوكوط. كنديرو كاس نتاع زيت العود. صغير. معلقه نتاع البزار تكون ذو قبه. ايه معلقه صغيره ماشي كبيره. واخا. ومعلقة سكين جبيت ومعلقة تاع التحميره والقياس الملح غير شويه حيت غنديروا فيها شويه المصير. اييه تا هو مالح. غنديروا نص المصيره غنحيدوا لها البابا. هي القشره ديالها. غنخليو غير القشره ما ديناش حامضة. اييه واخا. غنقطعوا هذاك نص تاع المصيره هكا على ربعه ولا ونرميوه. اييه. وغنديروا عود القرفه يكون غليظ نرميو فيها. وناخذو جوج بصلات ونصندو بصلات غليظ ماشي بصلات رقيق. واخا. عاد كنضربوهم ضربوهم ونقطعوهم بالعرض ما يكونوش مصندين كي تاع الصلاده. يكونوا غلاظ شويه. غلاظ شويه واخا. واللي وهذا ونخرقو معواد تا هو معلقه. ونص معلقه ديال القزبور اليد. ما نديروش فيها القزبور الخضر. ايوا خلاص نديرو شوي تاع دمار الزعفران اللي كيستعملها ديال الزعفران الحر. اييه اييه على حسب اللي موجود. واحد الدويمه بالنسبه اللي ما كيبغيش يدير داك الخرقوم في الباكيه. لا اللي عنده الزعفران الحر يدير شويه اللي بغا. اييه. صافي وكان ما نشحروها ما والو ما تحتاج كاع تشحر حيت تعرفي الكبشه وداك الشيء انفو كتخليها كتلصق. اييه كتعلق بوحدها. لا في ساعه كتلصق كتبغي تحريها ما كتبغيش. ديري لها واحد الكاس تاع الماء كبير وحركي حركي كل شيء يدخلوا معاها المقادير. صافي تقلي لها بداك الكاس الماء. صافي تبان لك بدات كتجمع راسها. صافي من رقيق قد 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 التقليه قد الماء وسدي عليها الكوكوط وخليها. واخا. حنا كنردوها اثناء كي كنسالي كي كنذبحو كنردوها تنديروها فوق الفخر. اييه. ونخليوها على خاطرها توصل العصر. اييه كتكون ولدات. صافي كتكون انتشالتي الشقا وداك الشيء كتلقاها بحال اللي عطاها لك. فعلا جات في وقتها. اي تماما. واخا هادي هي تفضلي. شنو الثومه؟ نسيت لك الثومه. الثومه في فلاك. نسيت بريصه ديال الثومه كبار. اييه واخا. صافي وبالنسبه لهذيك الطلعه اللي قلت لك. واخا. كناخذوا هكا بلعات كبيره ومكوره وتكون زينه. ايوا كنشدوا الزبده ماشي بالغير غير العاديه. ماشي تاع البكيات باش نصوبوا الصابلي وداك الشيء. اي الزبده العاديه العبار. اي كناخذوا واحد الكميه منها. كنعجنوا معاها الكمون. يكون بلدي. وكنشدو هذيك الضلعه كنحلشوها بالموس وندهنوها بهذيك الزبده طبقه غليظه نيت. اي الزبده بالكمون. تكون الكمونه نيت كثيره فيها شويه. المهم السيدات عينيهم ميزانهم. اييه على حسب كميه اللحم اللي داروا. وندهنوا هذيك الضلعه كاملها. ما نديروا ليها
حتى شي حاجه اخرى. هي الزبده والكمون واخا. اه وكنشدو شي طنجره كبيره تكون شويه ديك اللي كتهز ربعه ديال التور ديال الخمسه الجرات راه موافقين راه كاع السيدات عندهم. اييه هذيك الطنجره ما كتخطى حتى حتى شي دار لانه كنحتاجوها بزاف هكا في العراده ولا كتهز بزاف. اييه كنديرو فيها كاس كبير ديال الماء وجوج بصلات مقصرين ما مقطعين ما حتى شي حاجه. اييه كنرميهم فيها جوج بصلات صاينين. ايه صايني ما تنقعهم ما حتى شي حاجه حيت داك الماء بغينا غير نطيبو فيه. اييه واخا وكنشدو ديك الطلعه هكا كنهزوها ونحطوها في وسط من هذاك الماء. اييه ما تعجبني. واخا ودا تشديها تتحطيها في البوطه ولا ديري ليها فخر تراكو نطيبو بفخر بزاف. اييه هو راه الصراحه فعلا عندك الحق لانه الوكته ديال العيد كتبغي تخرجي من هذاك الماء. كيجي الماكله الجديده كيجي الجديد بزاف سيرتو التقليه هكا في المجمر يعني طيبه على الفخر ولا بزاف الاقتراحات يعني كيجيو زوينين. اه صافي سنة وتبرمي عليها الغطا ديالها وتخليها تطيب نوبه نوبه وبغيتي تطلي عليها نوبه نوبه تطلي عليها الا جاك الماء نقص زيدي ليها عاوتاني شويه الماء واخا وتخليها مظلومه في هذيك في القنيله منين كتحسي بها طابت كتهزيها بمانتها هكاك وتحطيها في الطاوة. اييه منين تحطيها في الطاوة الا جاتك الا جاتك حمرت في الفخذ. اييه بارك عليها ما تزيديهاش التحميره. ولا بنتك خاصها شويه الحموريه عاودي شدي شويه الزبده وزيدي ليه شويه تاع التحميره ودهني عاد خشيها في الفرن. اييه راه فاش كتحمر كتجي مقمشه بواحد الطريقه ما تخيلهاش. الله يعطيك الصحه يعني الطريقه ديالها سهله. يعني كدهنيها غير بالزبده والكمون مزيان وتفلحيها مزيان. حتى يكونوا كياكلوا ايوا رشوا بالكمون والملح حطيت بصلات الملح والكمون قدام وراه كيزيد يعني وفتا في الطنجره كطيبي مع كاس كبير ديال الماء وجوج بصلات صينين ونديروا ديك الدلعه ونخليوها تطيب بالمهل هكا حتى كتحمر مزيان تبارك الله عليك. وإلا كنتي إلا كنتي باغا تقدميها حلوه راه تبارك الله السيده تقدموا لينا فعلا ما بغينا فعلا بالبصله كمشحره بالبصله ولا اللي بغيتو اللي بغيتي تقدميها زعما بتزيين مالح ديري ليها الكاشير والفرماج اللي كيغداو زوين. ايوا ربيت السمان فعلا كاين تبارك الله تيشهي هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك غزلان. تبارك الله فيك حبيبه. بالنسبه للحلوى الكاوكاو اييه غريبه اييه انت عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون اييه ونص كيلو ديال الكوك تا هو تنضربو غير واحد الشويه ما نخليهوش غليظ في الماكينه. وستة ديال البيضات وجوج ديال الكيسان سنيدة جوج خمارات ومعلقة ديال الكاكاو كحل وستة الماء في الكوفيتير. إيه الكوفيتير ما يكونش جاري يكون داك الغليظ ياك وتنجمعوا هاد المقادير كاملة تكون مطلوقة شوية رجينة هاد الخالص كنبقاو نديرو يدينا في الماء الزهر ونجمعو ونكورو ما نقرصوش نخليوها هكاك مكوره بحال كتله. اييه ونديروها في السكر كلاصي ونحطو في الطاوة كنساليو المقادير كامله ونطيبوها في الفرن على عافيه مهيله من الفوق راه هي كتدخليها للفرن صافي كتحل وكتهبطيها لتحت راه كتجي معلكه وغزاله بالكوفيتير والكوك. الله يعطيك الصحة غزلان تبارك الله عليك نشكرك بزاف على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم وعلى هاد الشهيوات المراكشية. بغيت نقول لك أسماء. أييه تفضلي. واحد سمعت السيدة ملكة من كازا ياك. أييه. عطاتنا الكدتي البارح. صراحة أنا ما عمري جربت هذيك الطريقة أنا بغيت نعطيك واحد الطريقة تقليدية وزينة وتتجرع كوزتي وتنديروها ما نقولكش. ديال الجديد. ديال القديد. أيه دابا هو القديد كيتختلف من منطقه لمنطقه يعني حنا كنديرو بواحد الشكل في الكاله ومناطق اخرى كيديروا بشكل اخر. اييه واخا ياس انا اييه كناخذ الكميه اللي بغينا من القديد تناخذ داك الخوا الضليعات الا بغينا نزيد شي الحيمات كيف ما بغينا المهم نختاروا حنا اشنو بغينا ولكن راه ما كيشيطوا لينا الحيمات يبقى لينا داك الخوا ديالنا. اي فعلا ولكن كيف قلتي واحد كيدير حسابه بهكا الطريفات ديال اللحم حتى هو كيجي مزيان ما كيبقاش كيتحمى القديد. اييه عندك الحق فعلا. اييه تبارك الله راه فيه الخير والبركه. كناخذ الضحيه الصراحه كلها فيها الخير والبركه في الصراحه. تماما كناخذوا كميه كثيره في الملحه كنشريو حنا هنا الملحات الكيلو ما كنشريوش الباكيات. واخا الاحسن ديري الملحه العبار
كان في الدين سكين وكان في دوك الحمات ودوك الجليدات وداك الشيء كنحلوهم كي الجويبات. اييه فهمتي كيفاش؟ اييه وكنشدو واحد البانيو كبير نخويو فيه الكميه اللي بينات النشا. وكنشدو جاتين كيلو ديال الثومه غليظه. اييه كنفرشخوها في العمود مع المهراج كنشدوها وندكوها ندكوها بجلدها ما نحيدوش لها لا والو. ندكو 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 قاعدين في الشخوة ماشي كتولي ناعسة هي المهم بحالا كنهرسوها بحالا كنهرسوها وكنرميوها فوق النشا وناخدو جهد شي ربعة ولا نص ربعة ديال القزبور الياز. إييه كنديروها فوق من عاد الكمية حتى هي وتنديرو الزعفران. واحد الباكية ديال الزعفران ولا جوج غير صافي. إييه واخا كنخويوها فوق من هاد الخليط صافي وكنخلطوه مليح 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 مليح. اييه وكنملحو هذاك الشيء ما كنديرو لا كمون لا سكنجبير لا بزار لا والو عرفتي علاش؟ دابا حيت شي بعض المرات تبغي ديري فشي اكله ما كاينش فيها الكمون ولا ما كاينش فيها تصدق نبدل لك المذاق. اييه فهمتي كيفاش؟ ما كنديروش فيه لا كمون لا والو اما القزبور اليابس كافي. اييه كيلددها. كيلددو بواحد الطريقه عجيبه سبحان الله غادي تسحب لك وصميت فيه الكمون. اييه صافي وكتدخلي لديك الملحه مزيان في الجويبات وفي الجناب وكلشي راه الملحه ما كتدودش كيما تتقولها تتقول لك راه الملحه زعما ما كتنوضش الحاجه اللي فيها الملحه راه ما كتعرفش. اييه كتملحها. اييه فعلا صافي كترقدي وتخليه ليله كامله حتى الغد ليل حتى كتلقاي يطلق الماء حيت الملحه فيه الملحه كثيره. كيرقد مليح وكتنصره وكيما قالت نيت السيده نبداو نديرو ليهم ميكا بالقريصات في الصباح نعريوه وفي العشيه نغطيوه من بعد. اييه فعلا غير هو قبل ما نبغيو نخبيوه عاد ندهنيوه بزويته. اييه صافي ملي كيكون شفوف ملي كيكون صافي ملي تيكون صافي كرم وصافي وخصو صافي كرم وصافي نتاكدوا منه على بغيتي تقلب تعرفوا واش كرم ولا لا بغيتي تشدي موس وتذبحي وشوفي الداخل ديال اييه واش باقي احمر ولا لا باقي. راه ردوا البال حيت دابا الا ما نشلكش الداخل غادي يخسر ديك الريحه واخا في الثلاجه. دابا ملي ترقدي تبغي طيبي عطي واحد الريحه ما مزياناش خليه يكرم مليح في الشمس. ايوا بصحة الله الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك على هاد الاقتراحات وبالغسلام. اييه تفضلي بالغسلام لعقوزتك على هاد الاقتراح ديال جديد نشكرك بزاف. بارك الله فيك حبيبه وراه شوفي راه موجوده لك بزاف انت والمستمعات اقتراحات جداد. اييه واخا غير ما شدش ليا الخط وصافي ما كاين بس مازال نتصلوا بك ان شاء الله. واخا حبيبه بارك الله فيك. بمناسبه العواشر كنسلم عليكم كنقول لكم عواشر مبروكين انتم الاولين وكنسلم على عائله قرقوري كاملين وعائلة رانجلي عائلة طرشاوي وعائلة بن الطيب كاع مجموعين وكنقول لهم عواشر مبروكة من هذا المنبر اللي شفناهم اللي مازال ما شفناهم وكنتمنى التوفيق لوليداتي في دراستهم راه بداية عام جديد هما وليدات المسلمين اجمعين. يا رب امين الله يوفق الجميع ان شاء الله. تحياتنا لك غيزلي.